فؤاد يفضح فبركة رامز جلال، دينا الشربيني تنهار في دفن والدها، وباسم ياخر يكشف سرا عن العربجي. محمد فؤاد يكشف معلومات عن برنامج رامز جلال، صور لدينا الشربيني منهارة في عزاء والدها، وباسم ياخر يتحدث عن والده ومسلسل العربجي. بيدفع حقه من السرقة لسرقة، يعني من دهنه سقينه. أكد الفنان المصري محمد فؤاد أنه كان على علم سابق بمقلب رامز جلال ضمن برنامج رامز نيفر إند، حيث تعرض لنزيف إثر إصابته. وبحسب ما ظهر في برومو حلقة العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، توجهت لمحمد فؤاد بسؤال جاء فيه اللي يخلي نجم كبير بحجم محمد فؤاد يقبل على نفس الموقف ده. حاجة فيها قلة أدب بصراحة، بس عارفين انكم رايحين لرامز جلال، عارفين هو في احترام هنا. مدراعي كان هيتكسر من حدش. وتابع محمد فؤاد انه لم يرى اي شيء غير مهني في المقلب، اذ قال انا ما شفتش حاجة فيها قلة أدب، مشيرا الى معرفة الضيوف مسبقا بانهم ضحايا مقالب البرنامج. في سياق متصل قال محمد فؤاد انه اصيب بكسر في ذراعه وخدوش في يده لتقاطعه بسمة وهبة، انت يلي جبتي لنفسك عشان الفلوس. فعلق فؤاد رحت حرحله تاني، مشيرا الى انه لا يمانع تكرار التجربة. فكرك يا ناسيني بعدك على عيني، فكرك يا ناسيني. من جهة اخرى تحدث الممثل السوري باسم ياخر عن مروره بلحظات مؤثرة خلال تصوير مشاهده في مسلسل العربجي بسبب إصابة والده بمرض السرطان خلال هذه الفترة وتدهور وضعه الصحي. وقال باسم خلال حلوله ضيفا على برنامج قبل وبعد بودكاست أنه طلب من صناع العمل السماح لوالده بمشاهدة مونتاج العربجي، وبالفعل رافقه إلى كواليس التصوير رغم وضعه الصحي الصعب وصعوبة حركته. وكشف باسم أن والده تمكن قبل وفاته من متابعة عدد كبير من مشاهد العمل، حيث قال له أنا شكلي يا بابا ما رح إلحق شوف العمل، بس أنا مبسوط أني معك وأنت عم تفرجيني نتائج عملك الجميل. وأضاف باسم أن والده شاهد الفيديو الدعائي للعمل وأعطاه بعض الملاحظات، كما عبر له عن رأيه قائلا العمل سيكون جذابا وممتعا وقريبا من الناس. في سياق منفصل انهارت الممثلة المصرية دينا الشربيني خلال مراسم دفن والدها، حيث احتضنت جثمانه وبكت بحرقة، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا من مراسم العزاء ظهرت فيها دينا وهي منهارة بشكل كبير، في حين وقف بعض النجوم إلى جانبها لمواساتها. ويذكر أن عدد كبير من الفنانين والمشاهير شاركوا في جنازة والد دينا الشربيني.